هم لا حتى الجمهور يقول في الثلاث أندية 75 قاعد يسيطر على 25، في الهلال 25 قاعد يدير النادي. طيب كيف صارت؟ ترى ما له دخل، أنا بالنسبة لي ما له دخل الهلال في الموضوع، اللي له دخل الشركات اللي مستحوذة على الأندية الثلاثة. ليش ما تطبقوا تجربة الهلال؟ قالوا احنا خلاص انتم ناديكم في اللجنه الفنيه اساس كذا، لما يجي الاستاذ خالد يقول انا ما لي علاقه في التوقيع ولا لي علاقه في القرارات ولا، اقول له تضحك علينا انت يا استاذ خالد. طب احنا نشوف فهد، الاستاذ فهد قاعد يوقع وقاعد يقرر وقاعد كذا، شلون ما شو تضحك علينا انت؟ في النهايه انا بالنسبه لي استقريت ان الشركه في النصر والشركه في الاهلي والشركه في الاتحاد حيدوا 25%، بينما الشركة في الهلال قالت لا، هذا ناديكم أنتم، تعال يا أستاذ فهد، تعال يا فهد المفرج، تعال يا المدرب، أنتم قرروا اللي تبغون تطلعونه من ناديكم، أنتم قرروا تحتاجونه ودروا عن كل شيء قاعد يصير في ناديكم، وإحنا نصوت، لأن إحنا نصوت نشوف الحوكمة، نشوف قانونيا، نشوف ماليا، نشوف اقتصاديا، نشوف تسويقيا، هل هو يتعارض معنا ولا ما يتعارض معنا. لذلك الرئيس التنفيذي في الهلال وينه؟ اللي تشوفه انت في جميع الانديه الثلاثه، اللي قاعد يوقع واللي قاعد يسافر واللي قاعد يروح، بينما هناك لا. لذلك الجمهور قاعد يشوف ال25 في نادي الهلال هو اللي يدير. اي بس يجيك احد يقول لك ال75% لما دخلوا في انديه النصر والاتحاد والاهلي شاهدوا فوضى. فوضى. طيب بينما راحوا نادي الهلال لقوا نادي عنده بطولاته وماشي بنجاحاته، فقالوا نكمل على اللي موجود. طيب كويس. الصندوق اول ما جاء من كان بطل الدوري؟ الاتحاد. ومن الثاني؟ النصر. من الثالث؟ الهلال. الهلال. طيب المفروض تاخذ يعني جلس معهم. اي بس يا معلش انت لحظه شوي. طيب. عشان يكون الكلام منطقي. طيب. انت ما حتحكم على موسم واحد. انت ما تجي عند موسم واحد وبعدين طيب. تعال انت طيب بتشوف كويس. ايه صح انت صح بتشوف لك. نادي يعني الحين تجي عند اداره فهد بن نافع او اداره طيب. الهلال. اوكي. قبلها هاتريك دوري. طيب واثنين اسيا، انت فاهم علي؟ يعني عشان اتكلم معك بالمنطق. انا اقصد في ناس تبرر كويس تقول انه الصندوق لما دخل على الهلال لقى الامور منظمه، قال ما ابغى اقرب عليهم. في النصر تعال ناخذ مثال النصر او الاهلي او الاتحاد. طيب الصراعات كانت موجوده صح ولا مو صح؟ موجود. لا يمكن صح المساحه. تبي تجيني للاهلي بقول معك صاعد. طيب تبي تجي للنصر منافس موجود في الساحه، منافس، هي ما هي بقضيه نتائج، منافس. تبي تجي للاتحاد بطل دوري. تبي تجي تهد كل شيء وتقول لا والله خذوا التجربه هذه مش ليش ما طب التجربه الحين نجحت في الهلال، طب ليش ما تسوي في النصر اللي نافس في موسمين والاتحاد اخذ البطوله هذه، ليش ما خليتها؟ انا الحين ما اقول ما داهم حطوا الرئيس يا ابو نايف في النصر الاستقال بعد شهر. ليش استقال؟ وليش طلع الداعم؟ وليش دخل رئيس جديد؟ وليش طلع وطلع معه الداعم؟ هذا كله من صندوق الاستثمارات؟ اي ليش طلع؟ لا لا لأنه لا 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 لأن الحوكمة احنا تجي تسوي في الهلال عشان يعني عشان يعني زي ما يقولون يدخل رئيس النادي في المجموعة، دخله في اللجنة الفنية بس. ترى كل شيء صح على 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 على, على الكراس في الصندوق صح 100%، بس وش سوى في الهلال؟ دخلوا ابناء النادي، دخلوهم في اللجنه الفنيه. طيب عشان ايش؟ تدري عشان ايش؟ عشان ما تصير زي حادثه هذه مع سيري، ولا تصير زي حادثه مادو، ولا تصير زي حادثه ماني. لا فيه في 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 ناس في النادي وعارفين وعارفين الدوري السعودي كله وعارفين ناديهم. الحين الموضوع ما انت ما تقول والله هيرو مو كويس ولا المدرب مو كويس. يا اخي دخل واحد، دخل الرئيس، خلينا نقول اللي الرئيس هذا خله يدخل يشوف. مو الرئيس يمشي في وسط النادي زي انا ما يدري عن شيء قاعد يصير. تخيل انت رئيس نادي جالس عندك امس، من اول رئيس نادي يقول انا ما ادري عن اللاعب راح هذا، بالله بيصدق المشجع؟ رئيس طيب. مجلس اداره نادي الاهلي وموجود جالس يقول هيثم عسيري انا ماني دخل فيه. لذلك يا اخي خذوا تجربه الهلال وانقلوها على الانديه واستفيدوا طيب. منها وانقلوها للانديه الثانيه عشان الجماهير تشوف رؤسائها وتعرف من تكلم. وانت مو بامس قلت انت ان رئيس الهلال يتكلم على الجمهور؟ ايه انا صاحب قرار، بس انا بجي بتكلم ما في يدي شيء فعلا، ما اقدر اتكلم على شيء. ويوم تكلم الان
عرفت شلون؟ حتى انت برافو عليك في اللقاء لما يدخل يقول ارتأينا دا حط ضامنا اسمع مجموعه تقول له طيب انت عارف؟ يقول انا ما عارف. شلون ارتأينا وانت ما انت عارف؟ طيب